لماذا تسعى إلى توريث ابنتك السياسة؟ هل هو رغبتك أم رغبة لا سارة؟ رغبتها والله. رغبتها. هل تحمل نفس الأفكار؟ تقريبا مع الأسف. شو تقريبا؟ تقريبا. وليش مع الأسف؟ والله مع الأسف ما أريد أطلع سياسية يعني زل العراق. زين، وأنت طبيب وطلعت سياسي، ليش هي أنت ضد أنه تكون سياسية سارة؟ والله لأن تعذبت أنا بالسياسة، توقفت وتأذيت وقدت أن أقتل، وذمت سنة ونصف المستشفى بلندن وراء محاولة اغتيال، وراها عدة محاولات اغتيال. هاي حياتي شاي، بس إخلاصها واحد للعراق، وطنيتها تدفع على الالتزام بمبادئ سياسية. حتوقف وياها؟ ها؟ حتوقف ويا سارة؟ لا طبعا أوقف وياها، وراح تبقى تكمل الطريق وهي مسيطرة علي.